معركة ساخنة مع بداية رمضان على الساحة الرياضية بين إدارة المنتخب المصري متمثلة في الكابتن اللوزعي حسام حسن واللاعب محمد صلاح. وطبعا انتوا عارفين المشاكل اللي حصلت قبل كده لما أصيب محمد صلاح في أمم أفريقيا اللي فاتت وأخدوا أو خطفوا ليفربول. فجأة لقينا امبارح خبر إن إبراهيم حسن في مؤتمر صحفي بيقولك إن صلاح مش راضي يجي المنتخب وأنا ما استبعدتش حد. ده اللي قاله إبراهيم حسن، قال لك من قائمة من بناء على طلب نادي. يعني يا ساتر. تعالوا نشوف إبراهيم قال في المؤتمر الصحفي ده. استبعاد بناء على طلب محمد صلاح، بناء على طلبه والجواب اللي اتبعت رسم الاتحاد ان هو شايف من طلبه ان هو الفترة دي مش موجود عشان من ناحية الإصابة بتاعته عايز يتدرج مع فرقته. فبناء على طلبه وجواب جه الاتحاد وحصل تواصل برسائل من مع اتحاد الكورة، فاحنا شايفين كجهاز ان خلاص هو شايف ان الفترة دي حاسس ان هو بدنيا وافضل ليه ان هو يتدرج بشكل بناء على تفكيره او تفكير النادي ليفربول، بحيث ان هو مش ممكن تجيب حد غصب عنه. يعني هو راجل طلب، هو اللي طلب رسمي والجواب جه رسمي الاتحاد ان الفتره دي مش موجود ويتدرج بعد كده في حته الاشتراك اشراكه مع نادي ليفربول. حقيقة كلام إبراهيم حسن كلام محترم، يعني كلام عاقل وكلام محترم. بيجي بقى كلام إبراهيم حسن ده بعد تقارير كمان للصحافة البريطانية عن الخلاف ده، وإن إدارة ليفربول محتاجة تريح صلاح ومش لازم يحضر البطولة الودية للمنتخب زي ما قالت الديلي ميل. الديلي ميل قالت محمد هيغيب عن البطولة الودية المقبلة لمصر حيث شق ليفربول طريقه أخيرا في خلاف بين النادي والمنتخب مع اتفاق الطرفين على أن الراحة ضرورية على المدى البعيد. بس كده. طبعا خرج بعض الصحفيين التابعين لاتحاد الكرة في اللجنة الإعلامية بتاعة الاتحاد، قالوا أن المشكلة في ليفربول هو اللي خلى صلاح يلعب وبعدين ده سبب إصابة لمحمد صلاح. خلينا نشوف الإعلامي محمد العراقي وهو بيحمل ليفربول مسؤولية. خليني في قصة صلاح دي، مين صاحب المشكلة؟ أنا من وجهة نظري ليفربول. هتقولي ليه؟ هقول لك، إحنا النهاردة كنا بنتكلم في إصابة صلاح والكواليس اللي دارت في قصة صلاح وإصابته. إصابة عادية، إصابة في الملعب، الراجل تعرض لإصابة. ولكن لما نيجي نبص الموضوع من منظور تاني، إيه اللي حصل مع صلاح؟ صلاح على فكرة رجع مباراة ليفربول. أول ما رجع في أول مباراة تعرض للإصابة. نفس الإصابة القرار التاني بسبب إن طبيب ليفربول دفع بصلاح في وقت قبل ما يتم شفائه الكامل. فأنا من وجهة نظري إن ليفربول يتحمل الخطأ في كل أزمة محمد صلاح دي. اللافت بقى ان كلام الاستاذ العراقي هو في اللجنه الاعلاميه في اتحاد الكوره ان اداره ليفربول مش عايزه صلاح يشارك. ليه؟ اخايف على صحته. لقينا صلاح امبارح بيشارك في ماتش ليفربول والمان سيتي حوالي نص ساعه، وكمان لعب كويس وصنع هدف اهو، كاد ان يصنع هدف. ماذا قدم محمد صلاح في نصف ساعه بمباراه ليفربول ومانشستر سيتي؟ طب لعبتوا ليه؟ لعبتوا ليه؟ نزلتوه في ماتش مهم مع المان سيتي، وبالرغم من الخلاف حوالين هل صلاح هو اللي طلب ولا ابراهيم حسن هو اللي استبعده، طلع نجيب ساويرس ينتقد حسام حسن وانه قرار غير موفق. ده اللي قاله اهو نجيب ساويرس. مش اي لاعب الصح معرفه اسبابه وحلها، مش التفريط فيه، احنا الخسرانين، بداية غير موفقة لإبراهيم حسن. يعني بصراحة بداية غير موفقة. طيب، لكن في نشطاء رياضيين شافوا ان اللي بيعمله إبراهيم حسن صح في اختيارات قائمة المنتخب وهو فاهم بيعمل ايه. خلينا نشوف التيك توكر ده بيدافع عن حسام حسن.
قيمة المنتخب كان دايما بيحصل فيها توازنات عشان النادي بعينه ما يتقمص، وكان بيتاخد من النادي ده لعيبه لا تصلح ان هي تمارس كره القدم، وبتدخل النادي خوفا بس من اعلام النادي ده. مش هقول اسامي كتير، بس اكيد كتير منكم فاكر الكلام ده كويس وفاكر اللعيبه دي. النهارده حسام حسن واخد اللعيبه اللي هو محتاجها واللي هيعتمد عليها، لا شغل باله بجمهور ولا بطلبات جمهور. الزمالك فريق فاضي ما خدش منه حد غير محمد عواد، لا شغل باله بقى بفتوح ولا دونجا ولا لعبه ده. مور الاهلي مش عاجبه محمد هاني، برضه ما شغلش باله وخد محمد هاني، واللي بيتابع حسام حسن من زمان عارف انه دايما بيشيد بمحمد هاني، وده رايه فنيا فيه، تختلف معاه مش مهم، المهم ان الراجل اختار وفقا لقناعاته مش لاملاءات عليه. من ناحيه تانية طلع اللاعب السابق والاعلامي محمد فاروق ينتقد حسام حسن ويقول لك حسام في اختياراته لقائمه المنتخب يعني فيها مشكله، وبينقد نفسه في اختيارات الناس. نشوف كده نسمع. يعني كابتن حسام بيقول حاجه في سبب الانضمام، وفي على الجانب الاخر ساعات بيقول عكسها الحقيقه. يعني بمعنى مثلا لما يقول لك احنا في لاعبين كانوا مصابين يعني وبقى لهم فتره مش موجودين او ما بيلعبوش، والامثله موجوده في الاختيارات الحقيقه. يعني احمد نبيل كوكا مثلا بقى له فتره ما بيلعبش، اكرم توفيق بقى له فتره ما بيلعبش، بعض اللاعبين برضو بقى لهم فتره ما بيلعبوش ولكن تم ضمهم للمنتخب. ولكن هو قال ان اللاعبين اللي هم يعني في وقت من الاوقات ما انضموش كان بسبب عدم مشاركتهم باستمرار في الفتره الماضيه. على اي حال وانا مش فارقه كتير.